اه يعني مشيوها، هو معلوماتي بس مشيوا وراء خبر مش مشكله. قرار سري لاتحاد الكره بيطيح بالكابتن عصام عبد الفتاح من منصب الكابتن عصام. عمل معاك مداخله يعني هو القرار سري اللي انت طالع تفضحه انت وحلفه والله حلفه برضه برضه ماشي. الحاجه اللي بيحلفه على تراهن ايه تراهن انا راهن على ايه على انت عايز تراهن على خبرك راهن عليه انا مالي انا برضه هو انا يا ابني عندي يعني انا داخل برضو معاك حاجه برضه انت عايز تراهن على خبر اتفضل الكاميرا معاك راهن على خبر لا لا خلاص راهن الناس راهن لحد غيري توشوي فاكر الحكم بتاع ماتش القمه انت وشوي ما لا مش فاكره مش فاكره صراحه طيب اوكي ماشي كابتن عصام معاك مداخله تاني يوم تاني يوم تاني يوم اتبعت خطاب رسمي من رابطه الانديه لاتحاد الكوره خلال اسبوع احنا محتاجين الخبير الاجنبي يكون في منصبه لان احنا عندنا خلل في موضوع الحكام وهو احد عناصر اللعبه وفي شكاوي كتير فانا بقول لك من دلوقتي كابتن عصام يا اما هو يمشي الايام اللي جايه يا اما هم يمشوه خلال اسبوع ويتم التعاقد مع المدرب الاخر لان الراجل حتى كمان في كلامه وبتاعه يعني هو مش من الناس اللي فارق معاه المنصب هو مش فارق معاها بس هم في اتحاد الكوره يعني زعلوا انه اتكلم على الخبير الاجنبي لانه ما كانش ينفع ان هو الكابتن عصام يتكلم سيبك من اراء الكابتن عصام بس احنا برضو بنتكلم الف ب الف ب خد رايك صح ولا انا صح خد رايك احنا ايه رايك ده طبيعي انا بتكلم في النقطه دي بس ده طبيعي فكره موافقتك من عدمه دي احنا بقى نطلع نعلنها بشكل تاني او بشكل اخر او ما نعلنهاش او اي حاجه هي مش هادي الجزئيه بس الجزئيه الاصيله طالما انا عنصر من العناصر اللي موجوده معاك حضرني يا اخي مش احنا بنقولها بالبلدي كده حضرني معاك قول لي والله طب احنا هنجيب كذا طب انت ايه رايك انما انا افاجئ بكذا كذا برضه حاجات هو عارف هو مشكله اتحاد الكره الازليه هتفضل في ايه يعني ما بيعرفوش يعاتبوا بعض في الغرف المغلقه دي مشكله كبيره وحاجات كتير تتحل يعني حاجات بس يعني هو طبيعه الكابتن عصام طلع يتكلم فلازم حد يطلع يرد عليه وبالفعل تم الرد عليه فالموضوع بيبقى صعب ان هو رايح جاي الجيم بره الاتحاد يعني